السلام عليكم، مرحبا بكم جديد على قناة الأستاذ الافتراضي. في هذا الفيديو غادي نقوم بتصحيح امتحان جهوي اللي تحط في الجهة ديال مراكش أسفي، عفوا ما كانش فاس مكناس. فاس مكناس غادي يكون في فيديو لاحق إن شاء الله. فسبقت بمراكش أسفي. هذا الامتحان هذا متعلق بلاباتا ميرفي واللي تعطى الآداب والعلوم الإنسانية. إلى عندكم نماذج أخرى ديال الامتحانات متعلقة بنفس الجهة فما تردوش أنكم تراسلوني وتصيفطوهم ليا باش هكذا نصحو في اقرب وقت ممكن. بالنسبه لو تيكس قلنا راه كيهضر على لا بواطا ميرفي وبالضبط على لو باساج اللي كيجي عقابه لا ديسبوت اونتر رحمه اي لا مور دو ناراتور. حنا كنعرفوا ان لا مير نو مونكي با ديفوكي سي زوريجين، ما كترددش انها كل مره تفتخر ولا تبان بالاصول ديالها. كنعرفوا ان لا مير دو ناراتور كتدعي انها شريفه، يعني من السلاله ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنايا لا مير دائما فيما يكون عندها ان كوريل ولا شي صراع مع الجارات ديالها كتبقى تجبد الاصول ديالها. دونك الصراع اللي اون كيسيون في هذا لو تيكس ولا اللي سبق هذا لو تيكس هذا هو الصراع اللي يجمع ما بين لا مير دو ناراتور اي رحمه، واللي كان السبب ديالو انها رحمه مشات صبنات ونشرات الغسيل ديالها في اليوم المخصص للا زبيده، يعني لا مير دو ناراتور. دونك اون باس ديريكتومون اون كيسيون سون لير لو تيكست. فكيف كيف ديما كتشوفوا عندنا لا كيسيون الجدول. الوغ هنا برينو اي نون دو لوتور، يعني الاسم والاسم الكامل ديال الكاتب. لا ريبونس راها بيان سور سي احمد الصفريوي. بالنسبه لو جونغ ليتيرير، هنا طلب منك شنو هو لو جونغ ليتيرير. فهو رومون اوتوبيوغرافي. درتو بيوغرافي ولا اوتوبيوغرافي ولا شي حاجه رومون اوتوبيوغرافي بحال هكا؟ فلا ريبونس فوس، خص يكون لا ريبونس رومون اوتوبيوغرافيك. بالنسبه لو سيكل دو بوبليكاسيون راه هو لو 20 سيكل. الا بغيتو تبقاو يعني ما تغلطوش في لي سيكل، شوفوا جوج الارقام الاولى سواء في لا دات دو بوبليكاسيون ولا شي تاريخ معين، غتاخذوا جوج الارقام الاولى وتزيدوا عليها واحد غادي يعطيكم لو سيكل اكزاكت. بيان سور راه الكثير كيعرف هذه المعلومه هذه، ولكن كاين اللي بعض التلاميذ نظرا لظروف ولا عدم انتباه يقدر يغلط في لو سيكل. و الا غلطتي في لو سيكل بحال هاد لو جونغ ديال لي كيسيون، فعرف ان غادي يكون انطباع سيء عليك. علاش؟ لان هاد لا كيسيون ما خصش تغلط فيها. اخر مربع كيهضر ولا اخر سؤال مطلوب في هاد الجدول هذا هو لا فيل او سو ديغول ليستوار، المدينه اللي تمت فيها الاحداث. بيان سور ممكن تقولوا لا فيل دو فاس، ممكن تقولوا افاز، ممكن تقولوا جوستمون فاز. لا كيسيون نيميرو 2 parmi les événements suivants، من بين الاحداث التاليه lequel a eu lieu avant ce texte، شنو هو الحدث اللي قبل هذا النص هذا. كنظن هذا الامتحان يمكن اسهل امتحان اللي شفت في هذا الموسم هذا صراحه. امتحان بسيط كيعتمد بزاف على الاقتراحات. il vous suffit seulement تكون عندكم une connaissance générale ديال l'œuvre. Alors parmi ces Sidi Mohamed s'est évanoui suite à une dispute entre sa mère et Rahma. Le Sidi Mohamed سخف نتيجة صراع بينه وبين صراع ديال الأم ديالو مع رحمة. رحمة لافي son linge un lundi jour réservé d'habitude à la Zoubida. رحمة مشات غسلت الحوايج ديالها واحد النهار لاندي اللي هو يوم مخصص للا زبيدة. إلى لا زبيدة سي ريكونسيليي افيك سا فوازين رحمة، يعني للا زبيدة تصالحات مع الجارة ديالها رحمة. حنا من خلال لو تيكست هنا باش تعطيو لا بون ريبونس خصكم تكونوا قريتو النص مزيان. هاد النص هذا كيجي في الوسط، يعني جا في الامور دباز ديال لالا زبيده مع رحمه، وموراه جا ان سيدي محمد سخف. وبيان سور ابري عندنا عاد غادي تصالح لالا زبيده من بعد لي غوتروفاي ولا في اثناء الاختفاء ديال زينب. اذا لا بون ريبونس سي بي، رحمه
elle avait son linge, un lundi, jour réservé d'habitude à la Zoubida. Alors, je m'achèterais A, لأن هنا مازال الأم يلا جاتك فهاد النص هذا عادي يلا كتشكي على الزوج ديالها. وأنا كنت قلت لكم في المراجعة سواء في اللايف ولا في واحد المقطع واحد الريزومي ديال شابيتر 1 غادي تلقاوه طبعا في القناة. كنت قلت لكم أنه في الأصل عندنا جوج ديال الصراعات، صراع في الصباح اللي دابزو يعني بالهضره كل واحد وشنو كيقول، كل وحده وشنو كتقول، وكاين الصراع الثاني من بعد ما جا الكاتب، من بعد ما جا الاب ديال لو ناراتور بدات كتشكي عليه، شنو وقع. وفي التالي قالت له يعني رحمه داك المقمله، رحمه سمعتها ونادت دباز اخر من جديد في الليل اللي تسبب في الاغماء ديال سيدي محمد. اذا لا بون ريبونس هي نيميرو لا لتر بي. بالنسبة لكيسيون نيميرو 3، لالا زوبيدا سو فوا كوم اون بيرسون سوبيريور. لالا زوبيدا كتبان بحال واحد الشخص كتشوف راسها يعني احسن من رحمة، يعني اعلى من رحمة. الوغ لوكيل دي دو سيز انونسي بيرمي دو لو مونتري، شنو هو من بين هاد الجمل الثلاث شنو هي الجملة اللي كتبين هاد الشيء هذا، يعني ان لالا رحمة لالا زبيدة كتعالى على رحمة. دونك هاد الجمل هادو مأخوذين من النص. فعندنا دون ابيتي، الشهية ديالك نون ني با افيكتي اي تو مونج كوم ا لوردينير، قاتلو انت الشهيه ديالك ما تاثراش وكتاكل بحال عادتك. هنا الام كتهضر مع لو بير بيان سور. اي لوفا بروسكومون لا فوا، علات من الصوت ديالها. كي اي تو، شكون نتيا؟ توا فام دان فابريكون دو شاري، قاتلها نتيا داك الزوجه ديال زعما شي واحد اللي كيصاوب المحارت اكسيتيرا. دونك لا بون ريبونس سي علاش، لان هي هاد الشيء هذا اللي او بي، فهو خطاب موجه للاب. الا رجعتوا للنص غتلقاو هاد الاو بي تقالو، وهي كتهضر مع الاب ديال لو ناراتور. اما كي تي توا فام دان فابريكون دو شاري، فهذا كلام توجه لرحمه، وبالتالي رهنا غير بذاك غنفهموا ان سي هي لا بون ريبونس. واذا فهمنا اكثر النص والجمله فغنعرفوا ان رحمه راه لالا زبيده في هذه الجمله هذه كتنقص من القيمه ديال رحمه. La question numéro 4. Mettez vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Gadi t'qoul vrai ou faux. Adna A, la mère du narrateur s'entend bien avec ses voisines. L'om dial le narrateur ketfahem mzyan ma jarat dialha. Donc normalement c'est faux. Alesh, hna kanarfo anna la mère du narrateur hiya wahed nou' li kiyib nnas bzaf w aydan kitala ala nnas, yani ay une petite futilité. فهي كتنوض عليها صداع بحال دابا لو جور دو لانج نادت دابزت معاها. علاش؟ لان رحمه جات نشرت الحوايج ديالها في النهار اللي خاص بلا لا زبيده، يعني النهار الخاص بها. عندنا لونفون اسيست على ديسبوت اونتر سا مير و رحمه، الطفل كيحضر الصراع ما بينه وبين رحمه. بيان سور سي فري. علاش؟ لان راه في لو تيكست راه كنسمع، سينو ما كانش غادي يعاود لنا هاد لو تيكست هذا، لانه راه كان حاضر على لا ديسبوت. الاقتراح سي وهو لا مير دو ناراتور راكونت سو كي اي اريفي ا سون ماري. دونك هنا الام ديال لو ناراتور كتعاود شنو وقع لراجلها. نورمالمون وي دونك سي فو، انا صحابني درت فغي ويعني عادت دارك الامر، مي سي لا بون ريبونس. لا مير كتعاود شنو وقع لراجلها، نورمالمون فو هي كتعاود شنو وقع ليها هي بالذات، لان كتعاود على الصراع ديالها مع لا مع رحمه. A qui renvoie les deux pronoms personnels soulignés dans le texte. غادي نرجعوا لو تيكست وغادي نلقاو هادو هما لي بروسيدي دو ريبريز. الدرس اللي كنقول لكم ديال لي بروسيدي دو ريبريز، فكيعطيك واحد لي برونو واحد الجمل ولا كلمات، وكيطلب منك كيقول لك شنو على لمن كتعود. هنا عندنا موا وعندنا تو، فمن خلال لو كونتيكست موا كتقول لها كتقول له زعما ما ديتيهاش فيا وكتاكل عادي. موا انا جي تيلمون دو بان سور لو كور que je ne mangerai plus jamais de ma vie. انا كتقول
تقول له انا ما نقدرش، يعني في قلبي واحد الحل الحرقه، ما نقدرش ناكل حياتي كامله، دونك موا il renvoie à la لالا زبيده. داكوغ، وشكون هي لالا زبيده؟ ممكن ديروا حتى لا مير دو ناراتور، سي لي دو باغي. عندنا تو، فهنا الاب ديالها من يبقى الاب ديال لو ناراتور من يبقى كيتسنط للزوجه ديالو، في الاخير قال لها افيك كي تو تي اونكور ديسبوتي، مع من دوزي. دونك تا تو في هذه الحاله كتعود على لالا جبيده. تقدر الواحد يتقول مثلا تي يقول انها كترجع على الاب، مي نو، راه كتعود على لالا جبيده. اذا موا و تي راهم بجوج كيعودوا على لا مير دو ناراتور. نرجعوا لا كيستيون ديالنا، نقلبوا على الورقه فين مشات. ها هي، قلنا وصلنا لا كيستيون نيميرو 6. اذا لا كيستيون اون سونتي كيل بودي، دونك كنحسوا بلي انها بودي، ما غاديش نشرح شنو هي بودي. ف ال، شكون ال؟ يعني لا مير دو ناراتور. حنا من خلال لو كونتكست، بلا ما نقراو لي بروبوزيسيون ولا نفهمو شنو هي بودي، حيت يقدر لا بلوبار ما يفهمش هاد لو مو هذا. فاحنا كنعرفوا ان لا مير دو ناراتور في هذا النص هذا ال، لان لا مير حزينه طالع عليها الدم اون كولير. دونك غادي نمشيو نقلبوا على شي حاجه بحال هكا. لي بروبوزيسيون اللي عندنا هما اون سونتي كيل ايتي فاتيغي. علاش كنقول لكم هكا؟ لان قالك سيت فراس سينيفي تيل، وهاد الجمله تعني، يعني شنو كتعني؟ واش كتعني اون سونتي كيل ايتي ساتيسفيت، يعني كنحسوا بها بلي ساتيسفي، يعني ساتيسفيت يعني راضيه سعيده بحال هكذا، بيان سور نو. اون سونتي كيل ايتي ميكونتونت، كنحسوا بلي انها حزينه، كنشوف هذه هي لا بون ريبونس. اون سونتي كيل ايتي فاتيغي، واش لا مير دو ناراتو في نظركم فاتيغي؟ انا جو دي نو، حيت كانت فاتيغي ما غاديش تسنى الزوج ديالها وتبدا كتهضر بواحد الطريقه متسلسله وما غتحبش وتعاود ليه شنو وقع مع رحمه. اذا لا بون ريبونس سي اون سونتي كيل ايتي ميكونتونت. الوغ بودي كتعني ديجا ديغيزي، شي حاجه بون تريست، يعني شي واحد ما راهش في خاطرو. Alors, et la bonne réponse est B. La question numéro 7. On a des propositions, des mots, on a descendant, phrase violente, papier, parole inconvenante, on a querelle et question. On a collecté trois des éléments ci-dessus. Les mots اللي زعما في الاعلى، يعني في الاعلى، تيري دي تيكست، تيري دي تيكست مقتطفين من النص، ابارتيان او شون ليكسيكال دو لا ديسبوت، كينتمي لحق الدلالي ديال الصراع، لا ديسبوت ولا النقاش ولا بحال هكذا. الوغ غوتو بون سمحوا لي، هنا ما عرفش شنو مكتوب بالان فرونسي. Les sur votre bon l'essentiel à retenir, donc retenir, يعني زعما بحال لي اوجد ولا عطيني هاد لي مو لي متعلقين بلا ديسبوت. اذا لي شون لو شون ليكسيكال دو لا ديسبوت، درت جوج نقط تيغي، فراز فيولونت، كلمات عنيفه، حنا كنعرفوا في لا ديسبوت كيكونوا كلام اللي هو عنيف، بارول انكونفونونت، كلام غير ملائم، يقدر يكون خادش للحياه، المهم شي حاجه ماشي ملائمه، دونك حتى هذه كتنتمي لا ديسبوت. وعندنا كوغيل، لان كوغيل راه تقريبا سينونيم ديال ديسبوت، كوغيل هي نقاش ولا صراع. لا كيسيون سويفونت واللي هي نيميرو 8. اذا ف لا كيسيون نيميرو 8 مطلوب من موا، جو جي تيلمون دو بين سور لو كور que je ne mangerai plus jamais dans ma vie de ma vie. انا في واحد الحرقه ولا زعما القلب ديالي كيتالم لدرجه اني ما ناكلش في حياتي كامله. هنا دوني بلوتو لا فيغور دو ستيل اكسبريمي دون سيت فراز ايتيل، يعني غتعطيني لا فيغور دو ستيل، ما طلبش منك لي في، سي جوست تعطي لا بروبوزيسيون ديالك. اي بيان سور هادي سي تيون ايبربور، راه كتبالغ كتقول له انا ما ناكلش كاع في حياتي، دونك ما يمكنش، الا ما كليناش رانا غنموتو، دونك هذا تعبير مبالغ فيه. اي لا ريبونس سي اون ايبربول. لا كيسيون نيميرو 9، على لا فان دو تيكست لو بير دو ناراتور رياجي كالمومون ولا كالمومون فاس او روبروش دو سا فام.
الاب ديال لو ناراتور كيتصرف بواحد الطريقه كالم هادئه تجاه اللوم ديال الام ديالو، لان بقات كتلومو كتقول له انت يا كتاكل بخاطرك ما بحال اللي ما مسوق ليش ايتترا. الوغ كوم بونسي فو دو لا رياكسيون دو بير؟ شنو كتعتقدوا حول ردة الفعل ديال الاب؟ اكسبريمي فوتر اوبينيون اون اون فراز دو تيكست، علي الاجابه ديالك ولا عبر على الراي ديالك بجمله او جملتين. ما عرفتش شنو قلت لكم كان اون فراز دو تيكست، نو خصنا اون فراز او دو، يعني عبر على الراي ديالك بجمله او اثنين. اذا المقترح ديالي قلت جو بونس كو لو بير دو ناراتور، كنعتقد ان الاب ديال الراوي، كنت انا غادي نكتب هنايا ا، كنت غادي نقول ارياجي مي تفكرت غادي نحتاجها فدرت تداركت وكتبت سي. علاش؟ لان كومبورتي سو كومبورتي و لي فيرب برونومينو سي توجور il se conjugue ولا avec l'auxiliaire être. Donc je pense que le père du narrateur s'est comporté adéquatement. كنشوف ان الاب ديال لو ناراتور تصرف بواحد الطريقه ملائمه جدا. car la mère était en colère، لان الام كانت غاضبة اي ميكونتونت وحزينة. وهنا درت واحد لا سي بوردوني ديال درت واحد ان بوتيز هكا نجوستيفي ما ريبونس. يجي دي سي معلم عبد السلام افي رياجي فيولامون، لو كان معلم عبد السلام يعني دار واحد ردة الفعل عنيفة. انا هنا علاش درت لو بلوس كو بارفي؟ لان غادي نعبر على واحد لا كونديسيون اللي في الماضي واللي هي امبوسيبل عمرها توقع. Alors, donc, s'il avait réagi violemment contre sa femme, il a tsarraf bi3unf tujaha ddd lzawja dialo, ses reproches, l'aum dialha, aurait transformé en grande dispute, kanou ghadi tchoulo lwahed sira' li huwa kbir bzaf. Bien sûr, hada moqtarah, ntouma ahrar f la réponse dialkoum. La question numéro 10. La mère du narrateur, Lalla Zubida, se dispute tout le temps avec les voisines. L'homme dit le narrateur, Lalla Zubida, êtes-vous d'accord avec cette remarque? Waach nta mtafaq ma hada el mulahada hadi, lian hadi el mulahada taqriban dial le narrateur, fahna waach katafaq ma hada el mulahada hadi. Personnellement, je consens cette remarque, يعني اتفق ولا j'accepte هاد الملاحظة. Car les personnes qui se croient supérieures des autres, لأن الأشخاص اللي دائما كيعتقدوا أنهم حسن من الآخرين, toujours ils tombent en conflit, لأن دائما كيطيحوا في الصراع. Bien sûr, la réponse راه بسيطة وأنا يعني كيبقى لكم الاختيار وانتوما أحرار شنو تكتبوا. غير هو ركزوا على لا لونغ وتكون لا ريبونس بعدا معقوله، ماشي شي حاجه اللي لا علاقه بالنص ولا لا علاقه بلا كيسيون. نمشيو لا برودكسيون اكريت. certains voisins، بصراحه عاد غادي نقرا معكم لو تيكست، انا ما قريتش ديجا شنو نطلب منكم في هاد لا برودكسيون اكريت. اذا certains voisins se disputent، بعض الجيران كيدابزوا و parfois se battent، واحيانا يعني كيتلاكموا يعني كتوصل للشجار ما كيبقاش غير لفظي كيولي باليدين. devant leurs enfants، امام الاطفال ديالهم، بحال الشيء اللي وقع لالا زبيده كدابز مع رحمه امام الطفل ديالها. pour différentes raisons، لعده اسباب. que pensez-vous du comportement de ses voisins؟ شنو كتظن على التصرف ولا شنو هو الراي ديالك حول التصرف ديال هاد النوع ديال الجيران؟ ريديجي ان تيكست دون كانزين دو لين، كتب لي واحد النص يعني فيه 15 سطر. لاحظوا ها هما حدو، داكشي علاش كنقول لكم من الافضل تبقاو تقراو لي كونسين دون لوكيل فو اكسبريمي فوتر بوين دو في، اللي من خلاله غادي تعبر على الراي ديالك. vous l'appréciez vous هنا ما فهمتش vous l'appuyez كنظن غالبا لان ما باينش هاد الكلمه. دونك vous l'appuyez au moyen d'argument بواسطه حجج présente pertinente et donc حجج pertinent et d'exemples précis بحجج ملائمه و امثله محدده ولا يعني حتى هي ملائمه.
اذا هنا في هذا النص هذا بحال تقريبا سؤال 29، غير هو غادي تحولوه على شكل نص. دونك هنا عندكم اختياري، انا كنظن حتى الا درتو البلون سامبل راه تري زاديكوا مع هذا لو سوجي. علاش؟ لان كيقول لك شنو كتعتقد. بغيتو ديروا لو بلون دياليكتيك فراه كتبقى حريه، غير هو خصكم نتوما ملي ديروا بلون دياليكتيك ما ديرش معاه الاخطاء بزاف، يعني تاسومي لو شوا ديالك. الا كنتي متوسط دير لو بلون سامبل وغادي يكون صحيح طبعا. دونك نخليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله.